أطلقت رسميا وزيرة الصحة العامة أنجر بتناكر ميلسوكات حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة جلندنج التابعة لإقليم مايوكيبي شرق بحضور السلطات الإدارية والتقليدية. عبد الله هارون. وسط هذه الجموع الغفيرة من سكان محافظة جلندنج التابعة لمقاطعة مايولومي بإقليم مايوكيبي شرق، أطلقت رسميا وزيرة الصحة العامة أنجر بتناكر ميلسوكات حملة الانطلاق الرسمية للتطعيم ضد الشلل. ويعد مرض شلل الأطفال من الأمراض الخطيرة التي تصيب الجهاز العصبي لدى الأطفال في سن مبكر، حيث بدأت المناسبة بتقديم عرض مسرحي تعكس أوضاع الحالة الاجتماعية أثناء عملية التطعيم. هذا وقد رحب عمدة بلدية جلندنج بالحضور وسكان محافظة جلندنج على استقبالهم حار وخروجهم بالكثرة. في كلمته بهذه المناسبة ممثل حاكم إقليم مايوكيبي شرق سانوسي فكي أشاد باختيار محافظة جلندنج لاحتضان هذه الحملة، داعيا السلطات الإدارية والتقليدية بضرورة تكثيف الحملات التوعوية للسكان حتى يدركوا مدى أهمية التطعيم الذي يعد بمثابة الحماية الصالحة للطفل. بدوره ممثل منظمة الصحة العالمية أوميس لدى كلمته ثمن جهود الحكومة في حملتها لمحاربة هذا المرض، وهذا يؤكد الرغبة الحقيقية لمكافحة شلل الأطفال، وأكد بأن المنظمة ستظل واقفة بجانب الحكومة لمحاربته سويا. وزيرة الصحة العامة أنجر بتناكر ميلسوكات شكر سكان محافظة جلندنج على خروجهم حذا، وهذا يدل على مدى اهتمامهم بالانطلاقة. طلبت من سكان المحافظة والقرى المتاقمة لها للسماح للفرق المكلفة أن تؤدي مهمتها. لما الودة جابنا في جلندنج اليوم ده جبال ده شفتوه هنا ندور عن السالوكو ببيشيسكي ولا بطان ما تخلو يال في لبالبيت اللبطو في حتى بياتو في شدر كل الدلو الرسلتو في نمجي قطو في بكان كاكاي تقول النادو فاكسيناسيون اليوم كان قايدين وشفنا يال نقاي بروخو يالا ببال دول دا ما سمعوا. ومن ثم قامت الوزيرة بعملية حملة الانطلاق الرسمية والتي تتمثل في وضع قطرتين في فيل الأطفال. ترأست النائبة الثانية لبلدية أنجمينة فاطمة أحمد الانطلاقة الرسمية لعملية التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالدائرة الخامسة بحضور حاكم إقليم أنجمينة وأعضاء من منظمة اليونيسف. فاطمة لاحمر. شلل الأطفال من أخطر الأمراض التي تصيب الأطفال خاصة من عمر 0 إلى 5 سنوات، وهو يفتك بصحتهم تدريجيا. لذا دأبت الحكومة التشادية وشركائها التنمويين في مجال الصحة إلى محاربة هذا المرض والقضاء عليه بشكل نهائي، وذلك من خلال عمليات التطعيم التي تطلقها بشكل دوري. وعليه فقد أطلقت الدائرة الخامسة عملية التطعيم رسميا في جميع حاراتها بحضور مندوب بلدية الدائرة الخامسة ممثلا لحاكم إقليم أنجمينة، والذي أدلى في كلمته بأن تلك الجرعات التي تمنح للأطفال دون سن الخامسة تقيهم بلا شك من هذا الداء الخطير، وعلى المواطنين السماح للقائمين بتوزيع جرعات التطعيم من تطعيم أطفالهم وعدم تصديق تلك الإشاعات التي توحي بأن جرعات تطعيم شلل الأطفال ضارة بالصحة الإنسانية. بدورها النائبة الثانية لبلدية الدائرة الخامسة ناشدت المواطنين على ضرورة تلقي أطفالهم التطعيم من أجل القضاء على هذا الداء المعضل بشكل نهائي. يالكو أمركم خليه فاكسينيم المرض ده كان يكتب التعباني ما نافعكم ولا لما سخيرة كمين فإتبات ننتي أبو ما نام فايدة لكم شنو دور يال ده أمركم خليه فاكسينيم يالكو يقول ده أمبوني دي فرنم يالكو يقول لكم بنفوكم بعدين. والجدير بالإشارة إلى أن الحكومة التشادية على رأسها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو قد أولت اهتماما خاصا بمجال الصحة لا سيما محاربة مرض شلل الأطفال من البلاد بشكل نهائي. وإلى القافلة التوعوية لصالح الأقاليم الأربعة كانم والبحيرة وحجر لميس والسلامات، وذلك في إطار نشر الوعي في أوساط المواطنين لمنع الزواج المبكر وتعليم البنات عبر مشروع الصحة الإنجابية وتعليم الفتيات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي والمنظمة السويدية. آدم أبو بكر إدريس.
إن الحملة التوعوية الإخبارية الموجهة إلى النساء والفتيات بهدف تعليمهن وترقيتهن والنهوض بهن والعمل على تمكينها صحيا وتربويا واقتصاديا، هذا ما قامت بها منظمة سويت شاد في إطار حملاتها الرامية إلى مكافحة الزواج المبكر واستغلالية المرأة وتنظيم الأسرة لصالح الأقاليم الأربع حجر لميس والبحيرة وكانم والسلامات عبر مشروع استغلالية المرأة في العائد الديمغرافي في تشاد. وبعد إجراء دراسات جدوى حيث توصلت المنظمة إلى اكتشاف المناطق المذكورة آنفا وهي الأكثر عرضة في إجحاف حقوق البنات، مما جعلتها التعرف على أعضاء النساء والفتيات بعدم متابعة تعليمهن حتى النهاية، الأمر الذي ساعد على إرسال قافلة توعوية للحث ورفع من مستوى التعليم في الوسط النسوي والفتيات في هذه الجهات الأربع. هذا وقد تخللت الحملة التوعوية تقديم العديد من المداخلات في سبيل نشر الوعي ودعوة أولياء الأمور بإرسال الفتيات إلى المدارس ونبذ العادات السيئة والابتعاد عن عملية الزواج المبكر وإشراك المرأة في الحياة الاقتصادية والإعتراف بدورها. يجب أن تعلم البنت، والإسلام ديننا الإسلام هو دين حضارة ودين تقدم، ليس دين تأخر، ولا يمنع المرأة من أن تتعلم. ويمكن القول أنه في سبيل نقل وضعية المرأة إلى الأفضل، أكد بعض المختصين في الشؤون النسوية والقابلات بضرورة تطبيق القانون رقم 29 الصادر من رئاسة الجمهورية والذي يقضي بمنع تزويج الفتيات قبل سن البلوغ. وحول هذا تداخل بعض الشيوخ التقليديين والقيام بتفسير وتوضيح الرؤى حول إشكاليات عدم تعليم البنت والإنجاب المبكر. وفي هذا السياق فقد ناشد مسؤول منظمة سويت شاد سوينغار ديلافي كافة أولياء الأمور على ضرورة العناية بالبنت من الناحية التعليمية والتربوية والسعي إلى استغلالية المرأة في التدبير والرعاية الصحية، كما أشار فضل عوض مسؤول العلاقات العامة والإعلام بأنه في ظل التداعيات السالبة والممارسات السلبية التي تحدث من حين لآخر فإنه يتوجب على الآباء مراعاة حقوق البنت تربويا وصحيا واجتماعيا. الجدير بالإشارة فإن الحملات التوعوية التي قامت بها قافلة منظمة سويت شاد ترمي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ورفاهية الأسرة والنهوض بالمرأة عبر التعليم والصحة الإنجابية. أطلقت جمعية روتاري صباح اليوم بالمركز الصحي التابع للجمعية أطلقت فعاليات حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بحضور رئيس الجمعية حسن سلا بكري. خليل حسن. المركز الصحي بأنبطة يحتضن انطلاقات حملة التطعيم ضد شلل الأطفال الذي أطلقها رئيس جمعية روتاري كلوب الخدمية. حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف الأطفال من سن 0 إلى 5 سنوات للوقاية من مرض الإعاقة شلل الأطفال. رئيس جمعية روتاري حسن سيلا بكري شجع الشباب وحثهم على تطعيم كل أبناء حارة أنبطة، وقال إن من أهداف جمعية روتاري مكافحة كل الأوبئة، وأضاف أن الجمعية قامت بالعديد من النشاطات في مجال مكافحة مرض شلل الأطفال في مختلف بلدان العالم. رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة شلل الأطفال الدكتور تيتيميا ديتوجيدي قدم بعض التوصيات حول الاستخدام الصحيح والناجح لتطعيم الأطفال، وقال إن الحكومة وشركائها في مجال الصحة قاموا بتخصيص مبالغ مالية كبيرة لمحاربة هذا المرض، لذا على الشباب الاهتمام بهذه الأدوية وتوصيلها إلى مستحقيها من الأطفال بيتا بيتا. وبعد الانطلاق توزع الشباب إلى شعب وأحياء الدائرة السابعة لبلدية أنجمينا إذانا منهم ببدء عملية التطعيم التي تستمر لمدة 3 أيام.